أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية رفع الحظر المفروض على زيارة أعضاء الكنيسة إلى باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن السماح بهذا الأمر سيبدأ لمدة 5 أيام تجريبية، وذلك بعد أن قدم عضو في الكنيسة التماسا بهذا الخصوص إلى المحكمة العليا. ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الإسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة للدخول إلى المسجد لممارسة شعائر دينية والمجاهرة بأنهم ينوون بناء الهيكل مكانه. دكتورة أنيسة، برأيك يعني في ظل المطالبات المصرية والعربية بضرورة إحلال السلام في العالم، هل تعرقل مثل تلك التصرفات وتهدر جهود الحل السلمي؟ واقعيا مش هي دي اللي بتعرقل جهود السلام. انت عندك انقسام في الموقف الفلسطيني، والناس بتيجي وتروح الى القاهرة وتتحدث حماس والسلطة الفلسطينية ويتحدثوا عن مصالحات. الطرف الفلسطيني بصراحة موقفه ضعيف أمام الطرف الإسرائيلي، ثم زاد من هذا الموضوع تعقيدا أن القضية الفلسطينية لم تصبح يعني في مكانها على جدول الأولويات اللي كان موجود عربيا أو دوليا. حياتك ما بتشوفيش متى تطرح القضية الفلسطينية في نقاش، متى تتحدثي. جه محمد دحلان هنا، ثم جاء الرئيس عباس، ثم جاء أطراف مختلفة. فإذا كنت أنت وأنت في حالة كفاح ضد محتل وعندك ناس بتستشهد وبتموت مش متفقة على أولوياتك، فكيف تتوقعي من الآخرين أنهم يفعلون ذلك؟ الدول العربية مشغولة بالصراعات القائمة اللي حضراتكم كلكم عارفينها، والدول الغربية يعني ترامب أول ما جه قال لا، وأنا زي ما كل رئيس أمريكي بيجي بيقول أن هو اللي هيحل هذه القضية، ولم نسمع منه شيئا ولم نرى شيئا مبشرا بهذا. وحتى الدول الأوروبية طول عمرها في القضية الفلسطينية دورها الوحيد هو إعادة التمويل لإعادة الإعمار بس، لكن ما لهاش سياسة بتقدري تقولي طب انا هلجأ لانجلترا او هرجع للاتحاد الاوروبي، ملوش سياسة خارجية موحدة او متفق عليها، او هرجع لفرنسا او المانيا، مفيش. هذه الدول مشغولة مشكلها الاقتصادية، ثم ان لا دعونا نعترف ان الولايات المتحدة الامريكية بتعتبر ان هذه منطقة احتكارها سياسيا في حل القضايا، فبتسمعيش ابدا الا التصريحات الامريكية. فدخول يعني طبعا ده شيء مؤسف جدا، المسجد الاقصى يعني دي دلالة محزنة يعني. هو المؤسف طبعا يا دكتور أنيسة انه حل الازمه دي بنلجأ له بشكل او بالناحيه الاوروبيه، يعني مش من ناحيه عربيه، مش العرب هم اللي بيسعوا لحل هذه القضيه. حديث ذو شجون ده يعني للاسف. بالتاكيد نددت منظمه